أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين حديثي من مس ذكره فليتوضأ وحديث إنما هو بضعة منك؟ نرجح حديث نقض الوضوء بمسه، نرجح حديث لأنه أرجح من حديث إنما هو بضعة منك. قالوا بل إن هذا يحتمل النسخ، إن ما هو بضعة منك هذا كان في الأول، ثم يكون حديث الوضوء من مس الذكر ناسخ للأول. نعم، فهو إما من باب الترجيح وإما من باب النسخ. نعم.